حمص درب قلبي 13/10/2011. اليوم حتى حسنا بس نطلع ونحصل الغنائم اللي تركها النظام بشار الأسد وإصلاحاته. كان عم يصلحوا فينا بواريد روسية، طلقات روسية عادية. بعدين كبر الأستاذ بشار الأسد لأنه قالت له روسيا أصلح والصين يكاد صبرها ينفذ، فكبر الإصلاحات وصلها للرشاش، طلقات الرشاش. من بعد البواريد العادي انتقل للرشاش، ما مش حال الرشاش، انتقل للبواريد للمضاد طيران الشيلكة، بركي بتنفع. كمان ما نفع معه الشيلكة مضاد طيران، انتقل للقذائف البي ام بي أكبر حجم، بركي بتدمر، يعني أكبر نسبة دمار بهالبلد. إصلاح أكبر هذا، لأنه الله يكسر إيديه. هون جاه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هاي الإصلاحات عم تنتظرها روسيا والصين، والعم يباشر فيها بشار الأسد وإصلاح الدستور. تقولوا مفاجأة كيف؟ حمص درب علبي 13/10/2011. هذا ترى شيء منه كتير، بس هدول اللي قدرنا نجيبهم نجمعهم بس. وصور الأبنية اللي تهدمت وصلتكم أكيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.